لماذا أثار كتاب أفول الغرب كل هذه الضجة؟ لماذا يقرأ الشيخ الأزهر هذا الكتاب؟ هل أن هذا الكتاب يبشر فعلا بأفول الغرب أم أنه يحذر العرب من هذا الأفول؟ ثم لماذا يحذر العرب هذا الكتاب من ذلك بدلا من أن يعتبرها فرصة لاستعادة دورهم؟ هل أن توقعات خالد منتصر كانت صحيحة أم أنه كان على خطأ واضح؟ وهل أن هذا الكتاب يؤكد أن لا أمل في نهوض العرب وأن أمل العرب الوحيد هو في بقاء حضارة الغرب؟ أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من أوهام الدين، معكم منصور الناصر. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة سأتحدث فيها عن موضوع كنت لم أكن أنوي الحديث عنه، لكن الحدث تفاعل بدرجة لم تكن متوقعة. الحدث هو يتعلق بهذا الكتاب اللي اسمه أفول الغرب. الكتاب كما اطلعت عليه لا يقدم ما كان يتوقعه خالد منتصر وكثير من المعلقين والمعترضين ممن يحسبون على الجناح التنويري. في الحقيقة الكتاب يتحدث عن موضوع مختلف تماما، وأرى أن هذا الكتاب يقدم أو يحاول أن يقدم نصيحة للحكام والكبار رجال الدين العرب بأن عليهم أن يتحالفوا مع الغرب لكي لا يسقط، وبالتالي هم أكثر المتضررين من هذا الأمر. كيف؟ سنحاول أن نقدم في البداية تعريف بما حدث، وبعد ذلك سأقدم موجز لما جاء في هذا الكتاب، فكونوا معي. بدأت المعركة بين أنصار التخلف وأنصار التقدم والتنوير، أعني بالتخلف أنصار الذين من يدعو إلى العودة إلى الخلف وليس التقدم إلى الأمام، وليس بمعنى الإساءة. فأنصار التخلف والعودة إلى الأصول الأولى، هؤلاء يعني تحالفوا مع الشيخ الأزهر في الموقف الذي جرى بعد نشر هذه الصورة. ماذا حدث؟ ظهر الشيخ الأزهر أحمد الطيب ومعه صورة لكتاب يقرأ فيه باسم أفول الغرب أثناء عودته علامة طائرة من رحلة علاج خارجية. الكاتب المعروف والصديق خالد منتصر ماذا قال؟ قال: عندي سؤال بسيط وبكل احترام، الكتاب الذي يقرأه فضيلة الإمام كما ترون في الطائرة الأمريكية عنوانه أفول الغرب، اللي هو نفسه الغرب الكافر اللي لو أفل وغابت شمس حضارته مش حنلاقي قرص دواء ولا كمان طيارة نرجع فيها. طبعا هذا فهم خاطئ الموضوع، راح نكتشف القضية عندما نشوف بقية الآراء ماذا قالوا. قال أحمد: مجرد ذهابه لألمانيا لإجراء ولو حتى فحوصات طبية كما يزعمون هو اعتراف رسمي من شيخ الأزهر بعدم ثقته التامة بخريجي طب الأزهر تحديدا، وعلى وجه الخصوص وباقي خريجي كليات الطب في مصر بشكل عام. فأين بعد ذلك بدأ يتحدث عن فين حبة البركة وبول البعير وما إلى ذلك. هناك بوست ثالث لشخص يدعى كريم، قال: شيخ الأزهر أحمد الطيب راكب طيارة إيرباص غربية ودرجة أولى عائدا من رحلة علاج من ألمانيا، ألف سلامة، لكن لم ينسى أن يقرأ كتاب أفول الغرب يعني انتهائه، وهو كتاب متطرف ضد الغرب وعلومه وتقدمه عموما، مع أنه لو الغرب كذا يعني انتهى لانتهينا نحن. ما أتذكر بعد بقية الكلام. أتى الرد من الشخص من إبراهيم معتمد، قال: هذا السكريبت متوزع نفس الجمل والعبارات في الهجوم على شيخ الأزهر، وأنا متأكد أن ولا شخص قرأ الكتاب المذكور ولا يعرف محتواه. المفروض أن المهاجمين عارفين أن الإمام دارس في السوربون وأخذ منها دكتوراه وقرأ في كل حاجة، وهذا كلام صحيح طبعا. هنا نرى محمود بدر أيضا قال: معلش حطر أصدمكم،
وأقولكم أن كتاب أفول الغرب مش زي ما صورتوه، أنه كتاب بيدعو للخلاص من الغرب والهبت اللي شفته. ده كتاب بيتكلم على أن التاريخ في حركة تطور مستمر من البداية للتطور والعكس، وأن كل الحضارات بتوصل لمرحلة تطور عظيم وبتتراجع وتبدأ حضارات أخرى على أنقاضها، وهو يحذر العرب من ذلك. طبعا هذا الكلام هو كلام صحيح، لكنه المقصود بهذا الكتاب شيء مختلف تماما، أنه لا يحذر العرب بل أن يحذر العرب من أفول الغرب، بل يحذر العرب من عدم الموافقة أو السماح بأفول الغرب، لأن هذا يعني ضرر كبير، حصول ضرر كبير للعرب. وسأفسر لماذا قدم هذا الكاتب هذه الفكرة والأسباب التي تقف خلفها، خاصة وهو أحد الإسلاميين المعروفين. أيضا نشاهد الأخ رشيد أخطأ في فهم موضوع كتاب فول الغرب، وواضح أنه لم يقرأه أو يطلع عليه، إنما أخذ الفكرة السائدة التي أشعها طبعا الإسلاميين بأن الغرب سيأفل، وهذه الفكرة صحيحة كانت سابقا موجودة، لكن هذا الكتاب يتحدث أو يقدم استراتيجية جديدة تختلف عما سبق، وقال بأن شيخ الأزهر راجع من رحلة علاجية يعني يقرأ في هذا الكتاب، ويعتمدون فيه على أن الغرب في كل شيء، هم يعتمدون على الغرب في كل شيء ويتمنون مع هذا سقوطه وانهياره. طيب لما ويتساءل رشيد، طيب لما يقفل الغرب روح تعالج بالحبة السوداء، يسخر من عنده يعني. هذا أيضا قرينا مال كريم، أيضا عندنا هذا قرينا مال محمود بدر. هنا أحد سامي كمال الدين يحتج على خالد، قال هو خالد منتصر ماله بيشتكي من إيه اللي واجعه. بالمناسبة الكتاب الذي يقرأ فيه شيخ الأزهر هو فيه الكثير من الفلسفة والرؤى النقدية عن أن الأزمات في العالم العربي هي انعكاس لأزمات الغرب وصراع الحضارات في الغرب للسيطرة، وأن قوته في انحسار. هنا أحمد رجب يقول أن الجهل الحقيقي هو الحكم على الكتاب وقارئه من عنوانه. هذا الكتاب للمفكر، سمى المفكر المغربي حسن أوريد، قال كتاب مهم، ممكن لا نتفق مع أفكاره، لكنه بالتأكيد ليس كما توقعه خالد منتصر. هنا نجد تغريدة للكاتب المعروف عبد الرحمن راشد، كان رئيس تحرير الشرق الأوسط، قال ظهرت صورة الشيخ الأزهر وقد تأبط كتابا عنوانه أفول الغرب. لا أعرف موقف الإمام من الموضوع، إنما نعرف أن الإسلاميين واليساريين العرب يكتبون لعقود وهم يبشرون بانهيار الحضارة الغربية، ولا تعدو كونها من أحلام اليقظة وتمنيات العاجز. كما رأيتم آراء كثيرة مختلفة، لكن أنا صراحة أختصرها وأقول بأن هنالك رد من رئيس تحرير مجلة صوت الأزهر، قال بأن العلمانيين جهلة، وأن اهتمام الشيخ الطيب بالقراءة هو في هذا الموضوع أمر طبيعي، وأن من لا يقرأ تصورات المفكرين والباحثين والفلاسفة عن أفول الغرب أو تراجع الغرب حضاريا هو الرجعي الذي يعيش في غيبوبته الفكرية. وقال الصاوي أن الشيخ لم يقرأ في قضية هامشية ولا في كتاب صراعي يتحدث عن الغرب الكافر والشرق المؤمن، إنما في دورة حياة الحضارات وأثرها في العرب. وقال أن يعني الغرب، أن أفول الغرب لن يؤدي إلى فقداننا للطائرة ولا للدواء ولا لقضايا العلاجات. الحضارات إذا أفلت أو سقطت فهذا لا يعني أن منجزاتها ستسقط. هذا طبعا هاي فكرة، هي فكرة أن دورة حياة الحضارات هي فكرة سبينغلر، اللي أدى فكرة بأنه هنالك دورة النمو، أنه الحضارة تنمو وتصل إلى مرحلة الشباب واليفاعة وبعد ذلك النضج، وثم بعد ذلك تنهار كما ينهار الإنسان في دوراته أو تحولاته الزمنية.
وهي فكرة أيضا قال بها أيضا ابن خلدون قديما، وهي فكرة لا ليست يعني ليست بالضرورة فكرة ناجحة، بالعكس الحضارات الغربية حضارات مستمرة ومتواصلة. الحضارة الرومانية استمرت 1000 عام تقريبا، وهي كل الغرب هو ما بيشقد به الحضارات بالغرب، إنما أكثر 3 حضارات فقط هي اليونانية والرومانية أو ورثتها، وبعد ذلك الحضارة الغربية. الحضارة ماكو طبعا ماكو حضارة مسيحية، تسمى فترة الفترة المظلمة. هذا هي القصة بأكملها. فالحضارة الغربية حتى إذا سقطت فهو ليست شيئا يسقط، راح نتحدث عنها في حلقة أخرى. الآن أنا راح أكتفي بالحديث ملخص ما جاء في الكتاب حتى نختصر الموضوع. ما هي فكرة الكتاب؟ أولا قال بأن هي أن أزمات العالم العربي هي انعكاس لأزمة الغرب، الذي يبدو كما يرى صاحب الكتاب أنه فقد البوصلة وروح القيادة والانسجام بين قواه المختلفة. وبناء على هذا توقع الكاتب أن هنالك مستقبل أو مستقبلا مظلما للعالم العربي، وبشرط أن لم تتخذ النخب القيادية في هذا العالم خيارات مستقلة مع بالحفاظ على جبهات داخلية متماسكة. وأوصيكم بالانتباه لعبارة إن لم تتخذ النخب القيادية، هذه عبارة مهمة جدا وهي روح الكتاب أعتبرها. يرى المؤلف أيضا بأن الغرب بنى حضارته على وقع الصراع مع حضارات أخرى ومنها الحضارة العربية الإسلامية، ويقول أن الغري أن النخب العربية لما بعد الاستعمار ظلت مرتبطة بالغرب اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، فيما بقي العالم العربي ساحة مفتوحة للغرب واستثماراته واستعماره. هذا طبعا الكلام يقول يذكر هاي الحقيقة صاحب الكتاب، وهاي الحقيقة طبعا أغفل فيها ذكر أن هذا الأمر لا يشمل العرب فقط بل يشمل العالم أجمع، أن الحضارة الغربية هيمنت على العالم بأكمله ولم يعد بإمكان أي شخص أن يتراجع عن الحضارة الغربية. ما قدمته الحضارة الغربية لا يمكن العودة عنه، ولا يمكن على الإطلاق التفكير بفكرة أن هنالك شيء يسقط، هذه فكرة غير موجودة. لكن مع هذا بنى عليها صاحبنا أو صاحب الكتاب هذه الفكرة مالته. الحضارة عندما تقدم منجز لا يتراجع هذا المنجز. الحضارة السومرية مثلا قدمت الكتابة للبشرية، قدمت العجلة، ما زالت الكتابة والعجلة منجز ورثته البشرية جمعاء ولم يقتصر على السومريين، وهكذا بقية الحضارات. الحضارة الإغريقية مثلا قدمت الفلسفة والعلم والفن الفن الإغريقي الشهير، وقدمت المسرح وقدمت كثير من الأمور، قدمت يعني أشكاء لا تحصى. طبعا ما قدمت الحضارة الإغريقية شيء لا يمكن وصفه بسهولة. هذا كله ما زال موجود ولم يتخلى عنه البشر. وهكذا الصينيين قدموا الديناميت مثلا، قدموا الورق، قدموا أشياء كثيرة جدا، شبكات الري مثلا، القناطر، كثير من منجز الحرير، كثير من أشياء ما تحضرني الآن. لكن أيضا العرب قدموا الجبر، أقصد المسلمين العرب المسلمين قدموا علم الجبر، علوم الكيمياء، قدموا أيضا البابليين طوروا جانب الفلك، وكثير كل أمة قدمت أشياءها، حضارة قدمت أشياءها. المهم هذا لا يعني أن انتهت الفرصة. فعندما يقصر الشخص، عندما يقول بأنه أن العرب بقيت صلتهم رغم انتهاء الاستعمار بالغرب مستمرة، وظل الاعتماد العربي على الغرب اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وحضاريا، هذا أمر لا يشمل العرب فقط، وإنما لسبب أن الحضارة الغربية قدمت منجزات لا يمكن التغاضي عنها أو تجاوزها على الإطلاق. وهذا معناه أن كل المحاولات الإسلامية الإسلامتشية للتصدي للعلم والحداثة والحضارة الحديثة، هذا أمر لا جدوى منه.
مهما كان، سواء أفل الغرب أو لم يأفل كما يحلمون. الكاتب بعد ذلك يروح يقدم ويستعرض شواهد تراجع الغرب. ماذا يقول؟ يقول أن هناك شواهد على أفول الغرب، خاصة ما بعد الحرب الباردة. بدأت هذه الشواهد بالأزمة الاقتصادية سنة 2008، وحينها بدأت روسيا يعني تعود إلى الشرق الأوسط، وخاصة أيضا عبر سوريا، تدخلها في سوريا وتقاعدها في طرسوس. أيضا بدأت تعود إلى شرق أوروبا بعد استعادتها لجزيرة القرم وضم روسيا لهذه الجزيرة، وأيضا بعد ذلك عندما بدأت تحاول استعادة مناطق نفوذها السابقة التي كانت تابعة سابقا للاتحاد السوفياتي. وبدأ يعني هذا الكتاب صدر قبل غزو أوكرانيا، وهذا أيضا ممكن نضيفه إلى قائمة المتغيرات أو الشواهد التي تشير إلى تراجع الغرب. يرى أيضا أن هنالك شاهد آخر، هو أن اقتصاد الغرب بات فاكهة، بتعبيره بات فاكهة ينخرها الدود، خاصة بعد أن عصفت الأزمات المالية منذ نهاية التسعينات بالنجاحات المحدودة للعولمة. هذا تعبيره هو يعني. وقال إنه يقف على حصيلة ضحايا، هذا الأمر يقف على حصيلة الضحايا الليبرالية الجديدة التي أصبحت إنجيل الدبلوماسية الأمريكية. أيضا قال بأن العولمة أطلقت عقال قوة جامحة ستحدث متغيرات عميقة في تراتبية الثروة، وقد تتجاوز قال خلال عقود قليلة اقتصاديات الدول السبعة الكبار. وهذا استنتج من عنده ما يعني اهتزاز الهيمنة المالية والاقتصادية للدول الغربية، مع ما يستتبع ذلك من هيمنة حضارية حسب تعبيره. يرى أيضا المؤلف أن مقولة نهاية التاريخ لفوكوياما سقطت سريعا، أن هذه مقولة لم تعد لها مصداقية، وسقطت سريعا في محك التجربة التاريخية والأحداث التاريخية، فلم يحدث ما تنبأت به من انتشار الديمقراطية. والدليل أنه هنا اندلعت حرب الخليج الثانية سنة 1990، وأيضا حروب البوسنة والشيشان، وأيضا معارك التطهير العرقي في رواندا. وأكد بأن عهد، شوفوا هاي العبارة مهمة، أكد أن عهد الأيديولوجيات لم ينقضي بعد، وأن الديمقراطية أضحت في مهب السوق. أعتقد ما أعرف شو مهب السوق أو مهب الرهي ربما يقصد، أو أن مهب السوق، أن السوق ربما يقصد السوق الاقتصادي، ما أعرف يعني. هو بالتعبير قال أن الديمقراطية أضحت في مهب السوق، وهذه أكدوا على هاي العبارة. هذا أيضا وحدة من أسس الكتاب. الأس الأول هو هذا اللي ذكرتكم، وهاي الثاني أن الدكتاتوريات لم يمضي عهدها بعد. الشيء الأول اللي أكدت عليه هو أن انتباه إلى أنه يوجه خطابه إلى النخب العربية، هذا الأول. والثاني أنه يقول بأن الدكتاتوريات لم يأفل موعدها بعد، هذا يؤشر إلى مرتكزات والقضايا الأساسية التي يريد، أو الرسائل التي يريد إيصالها صاحب الكتاب، خاصة ولكي لا ننسى أن الرجل دبلوماسي وكان متحدث باسم المملكة المغربية. أيضا بالكتاب يذكر شواهد أخرى. ماذا يقول؟ يقول أن هنالك أفول روحي وثقافي. يعني أنا من أسمعها أضحك عليها الصراحة، بس هو هذا رأي رجل، هو كإسلام لابد أن يرى إلى هذه المسألة، من حقه طبعا، لأنه هو الأفق الإسلامي مالته لابد أن يوحيله بهذه المسألة. طبعا الكلام حول الأفق الروحي والثقافي هذا لا أول له ولا آخر، إنه الغرب الآن يعيش في حالة يعني عطش للروح، وهذا الغرب مادي صرف، وهذه يعني هاي المبالغات يجب أن لا تنطلي علينا ولا أن نؤسس عليها قضايا كثيرة. صحيح أكو مشاكل من هذا النوع، لكن ليست بالقدر الذي نحتفي به. بالحقيقة نحن الذي نعاني من عطب في الروح وفي الثقافة وفي كل ما هو إنساني
وذوقي وجمالي، احنا الذين نعاني من هذه المسألة. نحن نقتل ونذبح ونمارس عمليات لا توصف من الوحشية والانعدام الإحساس والتبلد الذهني، وهذا موضوع آخر ما أريد أتفصل به. لكن هو يقول أنا من الشواهد أيضا الأفول الروحي والثقافي، أقرب تعبيره هو، حيث اختزال الإنسان في بعده المادي وتأليه العقل وإحالة الدماغ البشري إلى آلة، متسائلا هل هناك مجال لإنسية عصرية تحمي الإنسان من ذاته، من إنجازاته، من فتوحات عقله الذي أضحى بلا ضابط ولا يأتمر إلا للسوق وشطحاته. هذا تساؤله هو. قال أيضا أن الجسم الاجتماعي مريض في الغرب والمجتمعات التي ترتبط به، هو أطلق حكم، هو باعتبار طبيب الأرواح والمجتمعات قال أن الجسم الاجتماعي مريض في الغرب والمجتمعات أيضا التي ترتبط به. هذا الجسم ينخره ماذا؟ الإجرام والعنف وحمى الجنس والأمراض النفسية المتعددة. وحسب الكاتب يقول إن سياسات الغرب باتت غير مستقرة وهي إلى ذلك مترددة ومتأرجحة، في تعبير بليغ عن الأزمة البنيوية التي تعتري الغرب. كما يقول هو الآن معناه أنه هذا الجسم الاجتماعي الغربي بتحليله هو الخاص يعاني الآن منخور بالإجرام والعنف وحمى الجنس والأمراض النفسية المتعددة. يعني هو الآن في حالة خراب، يعني الآن هم في على شفا السقوط النهائي، الأخلاق، انعدام أخلاق. هذا طبعا هذا هو تكرار للعبارات الجاهزة عن الانحلال الأخلاقي والانحلال الاجتماعي وما إلى ذلك. بالحقيقة نحن المنحلون بجميع المجالات، تشوف أي موضوع بمجتمعاتنا، انحلال عائلي، انحلال أخلاقي، انحلال نفسي، انحلال فكري، انحلال عقلي، هاي كلها ما يتغاضى عنها ولا يجيب طارها. راح بالحلقة الثانية عن هذا الموضوع راح تحليلي لما قاله، والتحليل موضوع أفول الغرب وفكرة أفول الغرب راح أتوسع بهذا الموضوع. الآن أختصر ما قاله كله، قال إن هذا السيناريو الذي تحدث عنه إنه سياسات الغرب متخبطة، قال هذا سيناريو دراماتيكي وعلينا التحذير منه، لأنه لماذا؟ لأنه سيضاعف الخطر الناجم عن التغيرات التي طالت العالم العربي والقوى الجديدة التي برزت من داخله من خلال وجود مرجعيات جديدة، منها مرجعية داعش باعتبارها يعني هذه قدمت خطاب معرفي، خطاب جديد لا ليس على المستوى العسكري والتنظيمي، لا إنما على المستوى الفكري أيضا. هذا الخطاب هو بالخطورة الكبيرة. أيضا هذا ظهرت انتماءات جهوية بتعبيره، وأيضا دعوات للانفصال بشكل سافر أو مستتر. وقال هذا ظهور أيضا شرائح واسعة من الشباب تشكو البطالة والتيه الوجداني والوجودي. الآن بدأ شوية يتحدث عن واقع العربي، واعتبر أن هاي كلها هذا السيناريو هو بسبب أفول الغرب، سبب تداعيات الغربية، وليس بسبب الإسلام أو الدين أو الثقافة أو الحاضنة أو التربة الإسلامية التي ينهض منها كل واقعنا، أو الإرث الإسلامي أو الثقافي الديني الذي نحن عليه، إنما لا، هو وين طفرها ودها، حول الموضوع، لم يتطرق أنه كل شيء ألقى على الآخرين، وهذا راح أتطرق لها لاحقا في موضوع آخر. قبل أن أورد ملاحظاتنا خلنا نأخذ فاصل ونتبع أقدم ملاحظاتي على الموضوع وماذا ما قاله الكاتب حول ما حول كاتب نفسه حول الضجة التي أثيرت مؤخرا مع شيخ الأزهر. والآن بناء على ما تقدم، الكاتب لم يتطرق في كتابه إلى جوهر الخلاف أو الصراع بين الغرب والشرق أو العالم العربي الإسلامي والعالم الغربي. هذا الصراع الذي يبدو أن الكثيرون يشعرون بأنه لا بد من وجوده، بدلا يعني كأنما صراع حتمي
لا يمكن التفكير بطريقة أخرى، لا يمكن التفكير بوجود هدنة، بوجود تآلف بين المجتمعات وتقبل للآخر وتفاهم وتعاون وتآخي و يعني تنسيق جهود مشتركة. لا، الصراع موجود، وهذه فكرة الدينية الأساسية دائما، أن هنالك مؤمن وكافر. هذه الثنائية هي اللي تشكل خريطة الدماغية التي أو المنهج التفكير الخاص بنا، والذي يعتبر أنه المسألة الصراع مسألة محسومة ولا يمكن مناقشتها على الإطلاق، لا صلح إلا ما هناك، إنما هنالك هدنات. لا نتصالح مع العالم ولا نحسم الخلافات بيننا وبين العالم الآخر، إنما نحن نمر في حالة هدنة واستتار، وبعد ذلك عندما نتمكن نعلن ونجعر بما لدينا. أيضا هذا الشخص لم يوضح لنا في كتابه جوهر الخلاف الحضاري ولا سبب رفض العرب للحداثة والعلم والقيم الأخلاقية المعاصرة، ولم يوضح لنا مدى خطورة هذا الإهمال والتنصل من هذا الموضوع. هو يعتبر في كتابه كما تصفحونه تجدون أن هنالك كتلة واحدة اسمها الكتلة الدينية الإسلامية، هذه الكتلة لا يمكن مناقشة ما عليها، هنالك صحيح إشكالات لكن إشكالات مو بالحصيلة الثقافية أو المعرفية الإسلامية، لا، إنما في الآخرين، إما في الواقع على الأرض، إنما إشكالات سببها الناس البشر، سببها الغرب، أما هو الكتلة نفسها لا، مطلقة لا يمكن مناقشتها على الإطلاق. أيضا لم يحدثنا هذا الكاتب عن سبب لماذا تعرض الغرب، لماذا يعتبر أن الغرب في حالة أفول وفي انهيار، وأنه في يعني بصدد مواجهة لهزة كبيرة جدا. هذا الأمر لا يمكن، يعني صعب نجد له شواهد، بالعكس الغرب تعرض لهزات هائلة عبر تاريخه، خسر عشرات الملايين من أفراده ودخل في حروب قاتلة، حرب 30 عاما في القرن 17 و16، أيضا حروب نابليون بالقرن 19 اللي يعني شعلت البلدان أوروبا كلها، أيضا الحرب العالمية الأولى الثانية وبعد الحرب الباردة، هاي كلها حروب، هاي مصائب هائلة لا تقارن بما نحن عليه، ما عليه الغرب حاليا، بالعكس هاي كلها يعني كل ما يواجه الغرب الآن هو شيء لا يذكر بما واجهه سابقا. الغرب عبر وناضل مفكروه وكتابه عشرات بل مئات السنين حتى وصلوا لما هم عليه، صحيح ارتكبوا كثير من الأخطاء، ارتكبوا كثير السياسيين والقادة ارتكبوا كثير من الجرائم، استعبدوا شعوب وما زالوا يمارسون الجرائم بحق شعوبنا ويدعمون التخلف ويرفضون السماح لما هو الجانب الذي ينهض بهذه الأمة ويخرجها من تاريخها العفن. هم لا يقفون مع العلمانيين والليبراليين وأصحاب الدعوات الحديثة، لا بالعكس يقفون مع الإسلاميين والمتخلفين، لأنه معه راح أوضح يعني أفول هذا الكتاب هو يشتغل على هاي المنطقة، وراح أوضح كيف في الحلقة الثانية بالتفصيل. يقول ماذا؟ المهم ختاما لفكرتي أنه بالعكس الآن الغرب يبدو أكثر متماسكا، بل أن جميع دول العالم باتت تدرك أن التخلف عن الغرب ثمنه باهظ جدا، ما عدانا نحن العرب عندنا فكرة أخرى يطرحها الكاتب، إحنا لا نتخلف عن العرب، إنما كما يدعو الكاتب ضمنا أو علنا بعض العبارات إلى أنه نتمسك بالغرب ونحافظ عليه، لكن بطريقة هو بعد ذلك راح أوضحها في بعد قليل أو في الحلقة الثانية. كما قلت أن يبدو أن الكاتب يعني الكتاب بأكمله موجه لمغازلة النخبة، وهو مجرد محاولة لتحذير الحكام العرب من انهيار الغرب. ماذا يفعل؟ يصور لهم أن انهيار الغرب سيعجل بانهيارهم، بمعنى أن عليهم تقديم المزيد من الدعم والخضوع للغرب
معنى يعني معناته نوضح للغرب احنا كقاده كنخبه حاكمه ورجال دين يعني طبقه رجال دين متحالفين معهم، احنا لازم نصور للغرب بانه احنا وياكم المركب وحده. اذا يعني عيش سوا يعني موت سوا، ها هي فكره الكتاب باختصار. ومعنى هذا شنو؟ معنى هذا ان الدكتاتوريه ايضا اشار لهاي المساله بحد بعظمه لسانه، قال بان الدكتاتوريه هي التي اثبتت نجاحها. فانتم انتبهوا يا غرب انه نحن نجحنا في السيطره على هذه المجتمعات العربيه المسلمه عبر الدكتاتوريه والاستبداديه، فما عليكم الا ان تدعموننا. هذا الخطاب الذي يعني واضح هناك تملق مزدوج للغرب وللحكام العرب ولرجال الدين. تخيلوا هذا الكتاب الذي يدعون أنه يطرح فكر فلسفي معرفي كبير وخطير، بالعكس هذا الكتاب يطرح شيء في غاية عذرا العبارة في غاية الخبث وفي غاية الدقة ومحسوب في كل تفاصيله. يدعي التنوير ويدعي أنه يطرح رؤية جديدة لكنه بالحقيقة ليس كذلك. وأيضا كتاب ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن كما قلت أنه الدكتاتورية هي الحل الوحيد لهذه حكم هذه الشعوب، وأن الديمقراطية لا تنجح. خلوها لكم، إحنا ما عندنا مانع، بس إحنا ما تنجح عندنا، لازم تتحالفون ويانا. بالتالي أن تخلف العرب ضمنا أكو شيء خطير جدا أشار إلى الكاتب في كتابه، أن تخلف العرب وأفول دورهم الحضاري واستمرار دولهم المستبدة هذه حاليا واستمرار دينهم هذا المتحجر مرتبط بعدم أفول الغرب. يعني أنتوا كل ما بقى حافظتوا على الغرب وحضارته إحنا راح نحافظ على تخلفنا. فهي واحدة لكم واحدة لنا، أي معنى أن تخلف الشرق هو عامل مساعد على مواصلة تقدم الغرب. تخيلوا التفكير العجيب هذا، يعني التفكير يعني ما أعرف شيطاني، ما أعرف شنو هذا التفكير. لو تتأملون في هذا الكتاب وأدعوكم إلى قراءته، وأتمنى إذا أقول واحد أنت غلطان بتفكيرك منصور، أتمنى، ما عندي مانع، بالعكس يا ريت، بس أتمنى واحد يقول لي إنه الكتاب لا يدعو لهذا. أنا أدعوكم إلى تقرؤون بعينين مفتوحتين هذا الكلام. الآن هؤلاء على درجة من الدربة والمهارة بالتفكير والتخطيط، ولأن هذا شخص استراتيجي، مو شخص يعني ما يعرف في الموضوع، هذا شخص ابن الطبقة الحاكمة، يعني ابن الحاشية الحاكمة. أنا مع احترامي لكل الحكام العرب والدول العربية، لكن أنا الآن في معرض تفكير، في معرض نقاش، ليس الأمر أنه أنا عندي، بالعكس أنا أكثر دولة أحبها وأكثر شعب أحبها هو الشعب المغربي وايضا التونسي، لكن والمصري وما كل احبهم، لكن الان احنا في معرض تفكير، لسنا في معرض مدح واطناب كما يفعل كثيرون. ايضا يدعي الكاتب بان عدم استقرار السياسات الغربيه هو علامه انهيار وهمي وعلامه انهيار. انا اعتبر لا، هذا كلام غير صحيح. عدم استقرار السياسات الغربيه هو خائف، يعني هو خائف من انه يخاف انه هذا الغرب يقفل، انه هو مصدق بانه هنالك عوامل انهيار لدى الغرب معناتها انهيار للحكام والدول العربيه، فهو خائف من هذا الموضوع ويريد انه يحاول انه يشجع الحكام العرب ورجال الدين العرب الكبار على مواصله دعم الغرب بطريقه خفيه. طبعا يعني هي مساله راح اتحدث عن موضوع الخاصه والعامه والخطا اللي ارتكبه خالد منتصر في فهمه لما يجري، هذه المسألة المهمة اللي أنا أدعو إليها، لكن بعد شوية أتحدث عنها بالحلقة التكملة هاي الحلقة. فبالتالي أن الزعم بوجود سياسات غربية متخبطة هو ليست علامة انهيار، بالعكس علامة حيوية وعلامة علامة على قدرة هذا الغرب بأن يناور ويتحرك ويتغير. يعني ليس بالضرورة أنه أنت عندما تغير سياساتك معناتها أنت في حالة مرتبكة، هذا كلام غير دقيق، لكن هو خايف من حقه، لأنه هم يعني دائما الذين يجلسون في مع السلطة أو يتحالفون مع السلطات أو يعيشون على في ضمن حاشيتها لديهم هذا الخوف المستمر، وأي علامة يخافون على وضعهم الخاص. يقول أيضا أن الأسوأ، يحذر أنه الأسوأ سيأتي
إن لم يستوعب يستوعب العرب ما يجري. هاي العبارة مهمة. لماذا يستوعب العرب ما يجري؟ ما يجري معناته شنو؟ معناته لا، معناته أنتم تحالفوا مع الغرب، استمروا بالتحالف مع الغرب ودعمه على حساب شعوبكم. هي هاي الفكرة الأساسية، لا تواجهوا الغرب، بالعكس أن سقوط الغرب ومواجهتكم للغرب وعدم انصياعكم للغرب هو الذي سيؤدي إلى الأسوأ كما بتعبيره الذي سيأتي. أيضا لا توجد إشارة في الكتاب إلى خطورة استمرار التخلف العربي، بالعكس. يعني لاحظوا، يعني أنا ما أستغرب هاي الناس كيف تمر علي هذا الكلام، يعني أن هناك خطورة استمرار التخلف العربي وخطورة عدم استمرار الهيمنة الدينية الكاملة على كل ما يتعلق بالنشاطات المعرفية والتربوية والثقافية العربية والإسلامية، الدول الإسلامية أقصد. بالتالي هو يعني ماذا يدعو؟ يقول منع أي فرصة. هذا يعني هو ما أشار إلى أنه هنالك منع كامل لأي ظهور، أي فرصة لظهور أو لتطبيق قراءات نقدية جديدة للتراث وفقا للمناهج العلمية الغربية الحديثة. هاي كلها مو خطرة بالنسبة له. أما سقوط الغرب هو الخطر. شوف الفكرة. الآن أختم فيما قاله هو الرجل نفسه حول هذا الموضوع. كتب، نشر مقال، خلنا نطلع عليه. قال في عنوان، تحت عنوان على هامش كتاب أفول الغرب، وسماها زوبعة في فنجان. ماذا فعل الرجل؟ أطنب في مدح الأزهر طبعا كأي متدين ملتزم. أيضا أنكر محاولة التجني على الغرب، ولا أيضا التجني على فلسفة الأنوار، وهذا صحيح طبعا. بالعكس كان يدعو الغرب إلى عدم خيانة قيمه. تخيلوا، هو لا يدعو إلى تطبيق قيم الغربية في واقعنا، لا، هو يدعو الغرب إلى عدم خيانة قيمه، ويرى بأن الغرب غربان، غرب الأنوار والعقل والحرية، وغرب الأنانية التي جلاها واحد من مقعدي الليبرالية الاقتصادية اللي اسمه برنارد مينتفيل، هو صاحب كتاب أسطورة النحل بتعبيره، واللي يقول فيها أن من مجموعة الرذائل تحقق، أن مجموعة الرذائل تحقق المصلحة العامة. يعني أنه إذا كانت هناك حصيلة من الرذائل اجتمعت مع بعض وتحقق المصلحة العامة لا بأس. وقال بأنه حري بنا أن نستمع إلى بعضنا، ولو شئت أن أقتبس مقولة لكونفوشيوس يقول: لقلت أن المعرفة من دون حكم لا تفيد، أما الحكم من غير معرفة فجريمة. وطبعا هذا كلام يعني يستشهد بعبارات بأقوال عامة ممكن تتحمل أي تأويل. ماذا قال أيضا؟ قال: لا أدعو لشيء في كتابي سوى أن يظل الغرب وفيا لقيمه، فعلينا تقبل لعنة الغرب، لعنة القرب، يعني قرب الجغرافي لهذا الغرب، أو لعنة الجغرافيا كما يسميها، أو مستشهد بمقولة للكاتب الفلسطيني سمير قصير الذي قال في عبارة اعترافية أن مأساتنا، ما هي مأساتنا كعرب ومسلمين، أننا مرتهنون إلى الماضي، إلى الآخر العفو، ومصابون بانعدام الاستقلالية. لماذا؟ لأن الآخر هو من يضع لنا القواعد، أما نحن فعاجزون عن ذلك. هذا اعتراف جميل، يعني هو اعتبر هذا النموذج الأخلاقي مالته الكبير هو هذا، أنه ما قاله سمير قصير يعتبره، أراويكم عبارة مالته بالضبط. وعلى رأس هذه المؤسسة رجل، هذا استشهد بعبارة سمير قصير اعتبرها بأنه نحن لا غير قادرين على صياغة وصناعة القواعد واكتشاف وابتكار القواعد. تخيلوا هذا الكتاب الذي يقال عنه مفكر، وهذا المفكر الذي لم يفكر إلا في حسن تبعيتنا للآخر، وأيضا حسن انقيادنا لمن يقودنا. هذا المفكر الذي جمع، يعني ما أعرف بماذا فكر، هو فكر في كيف نتبع من يفكر ومن يضع لنا القواعد وعدم مناقشة هؤلاء. لماذا؟ لأن نحن عاجزون. بعد ذلك راح أطنب كثيرا في مدح الشيخ الأزهر، وهذا الشيخ هو الذي دعا إلى أخوة بشرية، وهذا هو فضيلة الشيخ أحمد الطيب كما أراه،
وكما ينبغي أن ينظر إليه كل ذي قلب سليم وصاحب رأي سديد. وفضيلة الشيخ لا يحتاج إلى من يذود عنه ولا يضيره من يقدح فيه، إذ ما أشوفها برغم من جهلي كما يقول المتنبي. بالنهاية يقول أنا لست ممن لا يبالي بما يجري في الساحة العربية، لست ممن لا يبالي بما يجري في الساحة العربية، ويؤلمني واقع الفرقة والهوان والتمزق، ومصر مهددة بالعطش، ولو كان العالم العربي يدا واحدة لما تطاول عليه أي متطاول. يعني هذا كلام عام، يعني إنشائي لطيف، لكن ما له علاقة بالكتاب، الكتاب يشتغل منطقة أخرى. ويكمل يقول يؤلمني ما أراه، ولا أقبل بهذه الصورة المشوهة للحداثة. تخيلوا، يعني هو الآن أصبح مدافع عن الغرب ومدافع عن السلطات الحاكمة ومدافع عن الحداثة، لكنه لا يدعو لتطبيق الحداثة في واقعنا، لا يدعو لا شيء آخر، إنه لا مزيد من التبعية إلى الغرب. تخيلوا، وبعد ذلك عندما نأتي نحن ونقول نحن نفكر بطريقة علمانية ونحاول ونقول يا عالم لا كفى اتباعا للغرب، كفى تبعية للغرب، نقول علينا أن ننظر إلى واقعنا، أن نستعيد رؤية، نستعيد تراثنا، ونحاول أن نصفي ما فيه من 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 أقذار وقاذورات ونفايات، ونحاول أن نبقي ما هو مفيد لنا، ونراجع بحرية كاملة. يقول لك لا، أنت عميل للغرب. كلام عام، من العميل للغرب الآن؟ انظروا بأنفسكم. هذه طريقة جديدة راح أوضحها بالحلقة التكملة، هاي الحلقة راح أوضح أنه هاي طريقة جديدة بدلا من الطريقة القديمة اللي أخطأ بها خالد منتصر طبعا، وكثير من البداية تحدثت عن بعض التويتات، يعني كان يصورون أنه السياسة القديمة يعني اعتبار أنه الغرب سيقفل، وأن الإسلام سيرث هذا الأمور، سيرث كل ما حصل. هذه الطريقة الآن أكو استراتيجية جديدة، هي خلاص احنا بعد ما عندنا قدرة على الحداثة، لا احنا كما يقول صاحبنا، يقول لا أنا يؤلمني لست ممن يبالي ما يجري، وأنا غيور على الحداثة الغربية. تخيلوا، هذا الإسلامي هو غيور على الحضارة الغربية وقيم الحضارة الغربية، لكنه ليس غيورا على تطبيقات هذه الحداثة وعلى اتباع العرب لهذه الحداثة، ولا تطبيقات ولا متابعة حقوق هذه أو القيم التي أنتجتها هذه الحداثة. تخيلوا حجم، يعني ما أعرف هذا كيف أصبح كاتب، كيف سمي مفكر، هذا أمر يعود لكم. والآن أكمل بالحلقة الثانية، وشكرا لإنصاتكم، وأسف على الإطالة.